الحالة هي كراء السيارات، والحالة الثانية هي دوك الموكلين التجاريين اللي تيشتغلوا مع شركات باش يوزعوا بعض السلع ديالهم. كتكون عنده السيارة كيبدا يوزع ويقوم بعملية تحصيل، يعني كيبيع السلعة ويجيب الفلوس ويعطيها للشركة. هادوك ملي كيبغيو يخدموا النهار الأول تيقول له تيخصك تعطيني شيك بيض، شيك بيض ماشي حتى شيك على سبيل الضمان، شيك أبيض يعني ما فيهش حتى المبلغ، تيقول له تمضيه وما ديرش الإمضاء، ما ديرش التاريخ وما ديرش المبلغ. إذن هادو شيكات على سبيل الضمان، هاد الشيكات على سبيل الضمان عندهم خطورة كبيرة على الاقتصاد والسياسة النقدية في البلاد. ولكن طبعا ملي كيكون العدد ديالهم كثير، والحقيقة هو أن العدد ديالهم كثير، ولكن الأخطر من هذا هو على الشخص بغض النظر على الاقتصاد والسياسة النقدية. الخطر ديال شيك على سبيل الضمان على الشخص، تخيلي الشخص كيكون في أمل الله وحفظه، قلب على خدمة لقاها قالوا له غتخدم معنا غتبدا توزع السلعة وغتعطينا شيك على سبيل الضمان، تعطي شيك على سبيل الضمان، هو ما عارفش راسو شنو هي العواقب ديال داك الشيك، هو لقى الخدمة وفرحان. ونفس الشيء بالنسبة لذاك الشخص اللي كيكري سيارة، تيكون ما خاصو خير، خدام في أمل الله وحفظه، عنده الدخل ديالو، احتاج سيارة مشى كراها، تيقول له هذاك مول الوكالة عطيتني الله يخليك واحد الشيك غير ملي ترد لنا السيارة نعطيوه لك بهذه البساطة. إذن عطيته هو الشيك، هو تيقول واش ندير فيه المبلغ، كاين اللي تيقول له دير فيه مبلغ، كاين اللي تيقول له خلي غير مضي ندير التاريخ لا ما ديرش التاريخ. إذن هادو انا كنقول لهم ما تعطيوش الشيكات على سبيل الضمان، وعلى الاقل اللي عطيتو الشيك ديروا مبلغ، ودير المستفيد من الشيك، ودير الباغمون داك الخطين المتوازيين اللي تنتكلم عليهم، ودير غير قابل للتظهير، ودير المبلغ، ودير الامضاء، ودير التاريخ، دير التاريخ. ديك ساعات هذاك السيد خصو يدفعو، إذا ما دفعوش المشكل دياله هو ماشي ديالك انت. إذن ملي كي المشكل اللي تيوقع اشنو هو، هو ان داك السيد هو خدم وبدا تفرق السلعة، وفي تالي كيقوم بعملية التحصيل، وقع له مشكل مع داك الشركة، تفاك هو وياهم، تفارق هو ويا الشركة، ما بقاش خدام في ديك الشركة. كيمشي واحد النهار تيقولوا له خاصك تعطينا واحد المبلغ، تيقول لهم ديراش هذا المبلغ، تيقول له كنسالوه لك، راه ما كتسالوني حتى شي حاجه، السلعه اللي كانت عندي بعتها، واللي بقات عندي كسلعه جبتها لكم، والفلوس اللي حصلت عليها جبتها لكم، ما كتسالوني حتى شي حاجه. تيقول له لا كنسالوك. إذن كيكون سوء تفاهم في المبلغ ديال الدين، هو تيقول ما كتسالونيش وهما تيقولوا كنسالوك، وهنا كيضطروا يبداو يهدوه بهذاك الشيك، غادي ندفعوا الشيك وكيديروا فيه المبلغ اللي بغاو، ها هما خلقوا له مشكل، غيبقى ما تينعش ديك الليله، ولا توضع ذاك الشيك تيمكن فعلا يرجع بدون رصيد، وفي هذه الحالة يكون ارتكب جنحة إصدار شيك بدون رصيد، هذا بالإضافة أنه أعطى شيك على سبيل الضمان. نفس الشيء بالنسبة لذاك صاحب السيارة اللي كراها، ملي تيكري ذاك السيارة تيمكن له ما كاينش مشكل، ولكن تتوقع له حادثة، مثلا حادثة عارضة يعني بوحده، غادي وتقلبات به السيارة، تيقول لهم انا ما درت حتى شي حاجه، علاش نخلصكم من هذا الاضرار ديال السياره، السياره عندكم فيها تامين على جميع المخاطر. تيقول له لا، خصك تخلص واحد الفرق ديال 20000 درهم ولا 5000 درهم، انا ما درت حتى شي حاجه، السياره سايقها مزيان، واحد السيد دخل فيا راه هو اللي مسؤول، وراه درنا الكونستا وشركه التامين غتخلصكم، علاش غادي نخلصكم من هذه الزياده؟ تيقول له والو، غادي ها هو وقع سوء تفاهم، وعندهم في كلا الحالتين لا الشركه ديال البيع السلع ولا الشركه ديال كراء السيارات عندهم شيكات، تيديروا المبلغ وكيديروا التاريخ وعندهم الامضاء، تيدفعوه للبنك، وكيصبح الاشخاص عندهم مشكل ديال اصدار شيك بدون رصيد. وهنا تيمكنهم يتعرضوا لعقوبات مهمه اللي هي السجن. المشكل هو انه حتى ملي كتخلص هادشي الناس ما تيعرفوش، تيسحبوا راه ملي غادي توصل الشكايه كيديروا اصدار شيك بدون رصيد، تيسحبوا ملي غادي نمشي عند وكيل الملك غادي يقول لي واش عندك الفلوس، غنمشي ندبر على الفلوس وغنخلص وصافي. لا، الجريمه ارتكبتيها واستهلكتيها، اذا داك السيد فقط ملي كتعطيه فلوسه وهو كيرجع للور، اما الجنحه كتبقى انت متابع فيها، والنيابه العامه كتحرك المسطره العامه العموميه وكتصيفط الملف في القضاء الجليس، والقضاء الجليس يحكم عليك، وغالبا بما كتكون اديتي اللي عليك تتحكم بالجنحه ديال اصدار شيك بدون رصيد، وكيكون عليك غرامه ماليه بالاضافه للسجن، يمكن يكون مع ايقاف التنفيذ. اذن بالتالي السيره الذاتيه ديال شهاده حسن السيره والسجن العدلي كيتسجل فيهم هذه الجنحه وهذا الحكم بالادانه ديالك على اصدار شيك بدون رصيد. اذن الواحد علاش غادي يدير راسه في هذه المواقف؟ ما يعطيش الشيك ولا بغى يكري السياره خصو يكريها من عند الشخص اللي كيعرفه وكيثق فيه، إذا اقتضى الحال يعطيه واحد المبلغ يقول له هذا كفالة،
يعطيه الشيك يقول له هذا الشيك كفالة دخلو ولكن أرد لي فلوسي حيت نرد لك السيارة في أمل الله وحفظه. ولكن اللي كيكون عنده الشيك في يديه إن كيمارس عليه السلطة كيبغى وتمكن ممكن يتعسف عليه كاع ويمشي بعيد. هي في هذه الحالة اللي كنوصلوا لها ديال الشكاية والمتابعة القضائية.